تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا ومشاهداتنا الأعزاء في حصة جديدة من برنامج المرأة. تعد قضية إساءة معاملة المسنين وبالأخص المسنات أحد القضايا الاجتماعية العالمية الهامة التي تؤثر على صحة وحقوق الإنسان لملايين كبار السن حول العالم، وهي قضية تستحق اهتمام المجتمع الدولي. ففي أجزاء كثيرة من العالم تحدث إساءة معاملة المسنين مع القليل من الاعتراف أو الاستجابة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير الذي أعده لنا الزميل نبيل عبداللاوي وقرأته الزميلة دلولة حديدة. يحتفل العالم في 15 من جوان من كل سنة باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، والذي يأتي بعد سنة من بداية عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية، وأيضا بالذكرى 20 للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، والاستعراض والتقييم الرابع لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة. وتعود في كل احتفال ظاهرة معاملة المسنين بشكل عام والنساء بشكل خاص دون أن يتم الإبلاغ عنها على مستوى العالم. وتشير تقديرات فقط في بلدان متقدمة مختارة أن نسبة إساءة معاملة المسنين تتراوح بين 1 إلى 10%. وعلى الرغم من أن مدى سوء معاملة المسنين غير معروف، إلا أن أهميته الاجتماعية والأخلاقية واضحة. وعلى هذا النحو فإنه يتطلب استجابة عالمية متعددة الأوجه تركز على حماية حقوق كبار السن. واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن التدابير الوقائية التي اتخذت في بلدان مرتفعة الدخل يمكن تطبيقها في مختلف دول العالم من خلال تنظيم حملات لتوعية الأسر والمهنيين وإجراء عمليات فرز لضحايا الإيذاء ومرتكبيه المحتملين وإعداد برامج مدرسية مشتركة بين مختلف الفئات العمرية بمن فيهم كبار السن ودعم مقدمي خدمات الرعاية وتدريب مقدمي خدمات الرعاية على التعامل مع حالات الخرف. ورغم أن إساءة معاملة المسنين من الموضوعات التي تعد ذات حرمة دينية واجتماعية، إلا أنها لم تأخذ حيزها من الاهتمام ضمن خطط العمل العربية. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى وقت قريب كانت هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة مخفية عن الرأي العام وتعتبر في الغالب مسألة خاصة. حتى اليوم لا تزال إساءة معاملة المسنين من المحرمات، حيث يتم التقليل من شأنها في الغالب وتجاهلها من قبل المجتمعات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك تتراكم الأدلة التي تشير إلى أن إساءة معاملة المسنين على اعتبار أنها مشكلة صحية عامة ومجتمعية مهمة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمرأة المسنة. طرابلس رئيسة الجمعية العمومية للاتحاد النسائي الليبي العام الأستاذة لطيفة سعد، أهلا ومرحبا بك، شرفتينا في هذه الإطلالة الأولى على قناة المغربية. ومن قسنطينة سوف تنضم إلينا بعد قليل في الجزائر الأستاذة الجامعية والناشطة الجمعوية الدكتورة سونيا وافق. ومن الدار البيضاء في المملكة المغربية يسعدني ويشرفني أن أستضيف مديرة مؤسسة الطاهر السبتي والفاعلة النسوية والحقوقية الأستاذة سعد الطاوسي. أهلا وسهلا بضيفاتي، وأبدأ معك من ليبيا من طرابلس تحديدا الأستاذة لطيفة. شكرا لقبولك الدعوة. شكرا لحضرتك، شكرا لك، سعيد أن يكون معكم اليوم. نحن أكثر في بالي. أهلا أهلا وسهلا. موضوع هذا العام 2023 إغلاق الدائرة معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، يعني من الواضح أنه يتم التركيز على العنف حول تحديدا حماية المسنين، ونتحدث اليوم عن المرأة المسنة. وأسألك كيف هو حال المرأة المسنة اليوم في عالمنا العربي والمغاربي؟ المجتمع الليبي، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. شكرا لقناة المغاربية على الاستضافة. الحقيقة في المجتمع الليبي المرأة الليبية تحظى برعاية الأسرة كونها مجتمع جدا محافظ، جدا محافظ، وثقافة العيب تلزم العائلة باحتواء المرأة العجوز في حضن أبنائها، فلذلك قليل جدا يكاد ينعدم وجود سيدات خارج نطاق الأسرة
إلا أن الدولة الليبية أقامت دار للمسنين منذ بداية السبعينات، تحت توجد بها سيدات لا عائلة لهن، فيه للأسف في بعض الحالات تخلى عنهم أبنائهم وعائلاتهم موجودين، بس في عدد قليل لا يتعدى 60 أو 70 سيدة. بس المحزن أن أكثر ما تعانيه النساء هو الإهمال أو كبار السن، والإهمال وليس العنف بشكل مباشر، الإهمال وما يترتب عليه من عنف نفسي ومعنوي جدا مسيء ومؤذي لهم. بشكل عام الوضع الاجتماعي أو وجود العائلة الممتدة لا يزال يحمي النساء من وجودهم في الشارع. ولكن أستاذة لطيفة، ألا تتفقين مع الرأي الذي يقول أحيانا حتى النساء كبار السن اللي كما ذكرتي يعني مجتمعاتنا محافظة، وبالتالي ما زالت هذه القيم موجودة في حمايتها، ولكن موضوع الإهمال يحدث أيضا كما يرى البعض حتى داخل الأسر التي يعني تهتم بكبار السن ولا يعني تجعلهم عرضة لأن يكونوا يعني في دار العجز؟ نعم صحيح، أتفق تماما مع حضرتك. يوجد إهمال وتوجد مشاكل نفسية واجتماعية صعب الدخول فيها كمعالجين، يعني حتى احنا كمنظمات مساوية او منظمات مجتمع مدني نحاول مد هذا الموضوع مسكوت عنا بالكامل، لا يسمح بالتطرق لها ولا يكون متاح للحديث عنا او حتى إقامة حملة مناصرة للدفاع عن هالفئة. غالبا المجتمع يرفض التدخل في هالجانب من حياة الناس. نعم، اسمحي لي أذهب إلى الدار البيضاء، معي من هناك الأستاذة سعاد طوسي. أهلا وسهلا بك يا أستاذة سعاد، شرفتينا. موضوع مهم وحساس جدا والكل معرضين، يعني نحن قبل أن آتي للبرنامج كنت أفكر بيني وبين نفسي وأسأل الزميلات يعني ما هو مصيرنا، يجب أن نخطط للمستقبل، يعني هل الأولاد سيتركونا في بعد سن يعني بعد التقدم في السن، هل سنكون عرضة للإهمال أو سنذهب إلى دار المسنين؟ رأيك يعني في هذا الموضوع الهام، تفضلي. بداية تحية للضيفة الكريمة وتحية لك أستاذة وجدان وتحية لقناة المغاربية. شكرا. الموضوع مهم جدا باعتباره يلامس قضية لا نتحدث عنها. صحيح. ونحاول تغطية أمرها كما يتم تغطية شمس بعنبان. فعلا هذا موضوع في طرح يجب أن نسائل أنفسنا، خصوصا التحولات الكبرى التي تعرفها المجتمعات العربية والمجتمع المغربي، من تحول من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، تراجع في أو تراجع مبني على اختيار في عدم إنجاب نظرا للظروف الاقتصادية، أو الإنجاب بواحد اثنان على الأكثر. لكن ما يمكن أن وقع عليها لقب خطر هو الهشاشة التي تطبعها كل مجالات الهشاشة التي تعيشها المرأة بالخصوص المسنة، في حين أنه يمكن أن يعيشها كذلك الرجل، لكن المرأة تعيش قمة الهشاشة الاجتماعية النفسية الاقتصادية وحتى القانونية. وهنا سأعطي بغض النظر عن تراجع في مفهوم التضامن في تراجع في قيمة أو التعامل بقيمة التضامن، وخصوصا أن ليس هناك تجديد وتجدد وابتكار في مجال التضامن، وما أحوجنا بالفعل إلى طرح الابتكار الاجتماعي لنجد حلولا لكثير من المشاكل، على رأسها وضعية الأشخاص المسنين وخاصة النساء المسنات. فنسبة وهذا آخر إحصاء للمندوبية السنية للتخطيط بالمغرب الذي أجري سنة 2022، زيادة
سنوية تقدر بجوش فاصلة ثمانية في المتنين بشكل عام، تشكل فيها النساء نسبة كبيرة أكثر من الرجال، لكن ما يزيدها هشاشة هو أن إذا ارتبطناها بالجانب الاجتماعي فنسبة كبيرة جدا تقدر ب 8.5% من النساء يعيشن ترمل، عفوا 12.3 يعيشن الترمل، 8.5% يعيشن منفردات. هذه النسب لو اقترنت بأن 9 من 10 نساء مسنات هن أميات، هذا مؤشر خطير أول. المؤشر الثاني الثلث فقط من المسنات من لها تقاعد يضمن العيش الكريم. كل هذه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتحولات في البنية الفكرية أدى إلى وضعية مزرية لحياة المسنات بالمغرب، وأعتقد أن الأمر يختلف بالدول العربية. نعم، وهل هذا الكلام ينطبق على النساء المسنات داخل دور الرعاية أم حتى من يعيشن مع أبنائهن؟ من يعيشن من أبنائهم حسب آخر إحصاء واحدة من 3 نساء تتعرض للعنف، تتعرض للإساءة، سواء من طرف الإبن أو من طرف زوجة الإبن أو العكس من طرف البنت أو من طرف زوجة البنت. وهذا تصريح في الإحصاء الذي أقيم سنة 2019 حول ظاهرة العنف في المغرب. الشيء الذي يمكن أن يعيدنا إلى التساؤل، ما مصيرنا فعلا؟ ما مصيرنا حتى كلام مهم أستاذ سعاد، ولكن كلامك أيضا يجعلني أثير نقطة في موضوع يعني دور المسنين، يعني أيضا يعني على الرغم من أنه هناك مختصين يعتنون بالمسن أو المسنة وممرضات وإلى ما هنالك، أيضا المسنة تتعرض للإساءة والإهمال حتى يعني في هذه الدور، أليس كذلك؟ السؤال أكبر من تعرض داخل دور الرعاية. قلة دور الرعاية تفرض إشكالية، كم عدد دور الرعاية التي ستستقبل نسبة هائلة من النساء المسنات؟ هذا من المنطلق الأول. المنطلق الثاني، هل لدينا تخصص على مستوى التكوين سواء تعلق الأمر بالمرافقات الحياة الاجتماعية؟ ولا بالنسبة للمغرب هناك قلة قليلة من المراكز من اهتمت بتكوين خاص بمرافقات الحياة الاجتماعية للأشخاص المسنين. النقطة الثالثة، التكوين الذي تتلقاه مساعدات التمريض أو الممرضات هل يأخذ بعين الاعتبار الهشاشة المرتبطة بالسن، الأمراض المرتبطة بالسن؟ علما أن من النساء المسنات على الأقل كل واحدة لها مرض مزمن واحد، بالإضافة إلى الجوانب أخرى مرتبطة بالأمراض التي لم نكن نعرفها من قبل، أمراض الشيخوخة. هشاشة العظام. نعم أستاذة، هذا التكوين الذي يجب أن تقوم عليه المرافعة من أجل أخذ بعين الاعتبار السن وأخذ بعين الاعتبار الوضعية الصحية، لأن السن بالإضافة إلى وضعية الإعاقة
بالإضافة إلى الأمراض المزمنة، كلها عوامل تستدعي أن تكون الدور إن وجدت، لأن ما نعاني هي قلة الدور. كلام في غاية الأهمية أستاذة سعاد. لربما في الغرب حلت هذه المشكلة بأنه أصبح من يراعي المسن أو المسن هم من أفراد العائلة، وبالتالي نحتاج إلى تكوين لأفراد العائلة أيضا وليس فقط في دور ومأوى العجزة. اسمحي لي أرجو أن تبقي معي، أنتقل إلى قسنطينة في الجزائر مع الدكتورة سونيا وافق. أهلا وسهلا دكتورة سونيا، نورتينا، شكرا لقبولك الدعوة. مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا. لي امري يحلل عقده من لساني يفقه قولي. اهلا وسهلا بك. اهلا بك، كنا نتمنى ان تكوني معنا بالصوت والصوره، ولكن نعرف هناك انقطاع في الانترنت بسبب امتحانات البكالوريا. على كل حال شكرا لوجودك. يعني باعتقادك ماذا نعني باساءه معامله المسنين المسنات تحديدا؟ يعني هل من شواهد واقعية ولربما تجارب من مروا بها ممكن أن تحدثين عنها؟ طيب معذرة أختي ويدان، أنا دائما أحب أن أؤصل لما أقول. تفضلي. ودائما لدي مرجعية اللي هي القرآن الكريم، استسمحكم في أن أقدم بعض الآيات القرآنية ثم نذهب إلى الواقع. طبعا في القرآن الكريم ورد الحديث عن هذه الحالات من الشيخوخة، من العجز، من الضعف، من قلة الحيلة إذا شئنا، في سياقات مختلفة وفي موضوعات كذلك مختلفة. أكثر منها الأولى اللي هو مثلا في سورة النحل، يقول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. في سورة الحجيات في نفس السياق: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نتكلم عن هذه الحالة من الإنسان عندما يعود إلى أفضل العمر، يعني سماها القرآن أفضل العمر، هذه المرحلة من العمر أفضل العمر. ولدينا كذلك في سورة الروم يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقك من ضعف ثم جعل من بعد ضعف وضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يذكر لنا شيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه ثلاث مواضيع القرآن الكريم تتكلم عن حالة الضعف بين الشيخوخ والشيب. وفي آية أخرى في سورة الإسراء يتكلم عن قضية الوالدين: قد ربك لا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يذكر هذه الحالة الكبار: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فهي تعظيمات وسياقات مختلفة. طبعا كانت الأخيرة في مجال الأسرة، في مجال الوالدين، والحديث عن أم سيأخذ منها طبعا أمك. وكادت الأوائل الثلاث آيات الأولى في سياق هذه أرض العمر وحال الشيخوخة والكبر والضعف وقلة الحيلة وحاجة أولئك جميعا إلى القول الكريم الحسن، إلى الرحمة، إلى المودة، إلى قضية القيام والتمريض والرعاية الشديدة وما إلى ذلك. فهذا عموما في الجانب النظري. طبعا إذا نزلنا إلى الواقع نجد أنه يفترض أن الأولياء الأبناء أولا ثم الأولياء ثم يعني حتى الناس، يعني في المجتمع المسلم ككل، نتكلم عن ظاهرة المجتمع العربي، يفترض أنهم يقومون على هؤلاء برعاية، ولا يعني لا ينتظرون فقط ما يسمى بدور العجزة أو دور المسلمين أو هذه مؤسسات يعني حكومية تقوم على هؤلاء، بل يفترض أنه في الأسر لا يكون شيء من التكافل بحيث يستقدم يعني لهذه الأسر مثلا. ولكن دكتورة سونيا، هل التكافل وحده يكفي أم نحتاج بالفعل إلى تمرينات وتدريبات وتكوين كيف نتعامل مع كبار السن؟ أنت تعرفين أنه هذا العمر عمر حساس، هناك من الأمراض كما ذكرت ضيفتنا أمراض خاصة بالشيخوخة، طريقة بالتعامل حتى في نوعية الطعام، وبالتالي هذه أمور نجهلها في التعامل مع كبار السن حتى داخل البيت. طبعا هو يفترض ان يكون في هذا النوع، يعني انا شخصيا يعني لما كانت الوالد يعني كان اصابها شيء من هذه الالزهايمر كنت اضطريت لان اطلع، يعني مع اني عندي علم النفس كله
فاطلعت على هذه الموديلا وكيف يعامل صاحبها، والحمد لله يعني تجاوزنا يعني الظاهره ما كانت خطره عندها بشيء من الحب، من الاستيعاب، من التفاهم، من التقبل، من الصبر، من الاحتواء. هذه كلها طبعا يفترض ان يكون في نوع من التدريبات، نوع من التكوين في هذا المجال كي لا يضيق الابن ولا هذا الذي يتعامل مع هؤلاء ذرعا بهم، وان يحسن اليهم بالكلمه الطيبه بالمعامله، وخصوصا قلنا انه في امراض فعلا امراض عضويه كما قالت اختي وزميلتي من الشقيقه المغرب، فعلا في امراض مزمنه وتظهر كذلك امراض تتعلق بالشيخوخه، هي تسمى بطب يعني الشيخوخه والاجعاد في تسمى هذه يعني فيها مختصين، وهذه الحالات يفترض ان يكون فيها الواحد على اطلاع، على معرفه، على وعي بها كي تسمح له ان يتعامل مع هؤلاء، سواء كانوا اباء يعني امه مثلا ولا حتى اذا كانوا مثلا في دار رعايه او شيء ان يقوموا بهؤلاء. طبعا في الغرب ما فيش مشكله يعني في تكوين فيها، بالعكس يعني اكثر شيء موجود الان في الغرب هي هذه رعايه المسلمين، واكثر الاجور يعني اضخمها ولا هي تعطى لهؤلاء الذين يتكونون في هذا المجال، وتاخذ يعني من مناحي يعني اشكال متعدده من التمريض الى المؤانسه الى المجالسه الى رعاية الكل إلى حتى ممكن حالات الترفيه ولا وهلما جرى يعني المسن عندهم يأخذ ممكن 2 إلى 3 أشخاص كل يختص في مجال حتى ليأتي إلى البيت إن كان هو في بيته، ويعني ممكن والله هي ينظف له بيته وأمره الخاصة ما إلى ذلك. نعم، اسمحي لي دكتورة سونيا أذهب للأستاذة لطيفة. أستاذة لطيفة عذرا طولنا عليك اليوم، يعني حسب أهم الدراسات هناك أنواع إساءة معاملة المسنين، هناك 8 أنواع الأكثر شيوعا: الإساءة الجسدية، الإهمال من قبل الآخرين، الإكراه على أفعال غير لائقة، الإساءة العقلية، الهجر، العزلة، وغيرها من الأمور اللي يتعرض لها المسن أو المسنة. أنا أركز على المسن لأنه بعدين زملائنا الرجال يعني بزعلوا مننا، خاصة أنه قالوا يعني هي بس المسنة اللي أنتوا تهتموا فيها. حتى على صعيد الأبناء دائما يقال أنه الأولاد يهتمون بوالدتهم أكثر من الأب في هذه المرحلة العمرية، فحتى لا نظلم أحد نحن نتحدث عن المسن والمسنة. هذه الأنواع، أنواع الإساءة في معاملة المسنين صح التعبير، يعني مسألة في غاية الصعوبة، يعني هذه النظرة التي تؤخذ عن أي مسنة. نحن زمان كنا نعرف بأنه المسنة هي الجدة الوقورة، بينما ما يتم تناقله هو الإساءة للمرأة، كون أنه لباسها غير مرتب، وبالتالي البعض هناك نوع من التنمر عليها أحيانا بأنها تتعامل بالسحر وغير ذلك. كيف نغير هذه النظرة الروتينية السيئة المأخوذة عن السيد المسن؟ في رأيي البيت الأهم بالتوعية والتعليم وقطاع التربية والتعليم يجب تغيير أو تضمين المناهج، ثقافة احترام الكبير، وكلنا نعرف أن الحلقة الكبيرة في الحلقة الأخيرة في حياة أي إنسان أو الحلقات ما قبل الأخيرة في حياة أي إنسان هي وصولة لمرحلة الشيخوخة والهرم. نعرف أن جنين فطفل فصبي فشاب فرجل أو مرأة أو وبعدين كهل، يعني هي تحصيل حاصل. كلنا حنوصل هالمرحلة، عليها أن علينا نستعد لها بنشر ثقافة احترام الآخر، سواء كان كبير أو صغير أو أسود أو أبيض أو من ديني أو من غير ديني. فاحترام الإنسان لمجرد إنسانيته هذه ثقافة يجب أن تشاع في منهجنا التعليمية أولا. ثانيا، لعب دور كبير مع مؤسسات المجتمع المدني، يجب مؤسسات المجتمع المدني تنطلق في المضمار وترفع الثقافة الحقيقية للإنسان كإنسان بغض النظر عن سنه أو غيره من العوامل الأخرى. الشيء المهم اللي أنا بنثني على السيدة من المغرب اللي قالت إن المشكلة أكبر من دور المسنين، فعلا إحنا في ليبيا دولة مساحتها الجغرافية ممتدة كبيرة جدا جدا يعني، ونعول على إن في العاصمة موجودة دار واحدة للمسنين، في القسم الجنوبي من ليبيا لا توجد أبدا دار مسنين. تخيلي الناس الجنوبيين كيف يكون وضعهم في حالة أن مثلا وحدة انقطعت بها الأسباب، ليس لها عائلة أو لم تنجب أطفال، وهم للأسف شريحة كبيرة اللي تأخر في مسن الزواج ودفعوا ثمن مرحلة النهضة نوعا ما.
ان ليبيا كانت انت عارفه كانت مملكه وبعدين جمهوريه وبعدين صار فيها اللغط السياسي اللي صار، فانطلقت قطاع كبير من النساء نحو التعليم ومن وضع سيء اجتماعي متخلف نوعا ما، لم تتزوج، دفع ثمن كل الرائدات في مجال التربيه والتعليم او في مجال الصحه او غيرها. فالمرحلة هذه خلفت نساء كثيرات غير متزوجات ولم يجبن أطفال، أصبح عالة على إخوتهن وعلى نساء إخوتهن وعلى غيرها. فنتمنى أن الدولة ترعى النساء في القسم الجنوبي من الوطن. عودا إلى سؤالك، فيه أساليب رعاية وقائية وفيه أساليب رعاية علاجية أو إنشائية من جديد. والوقائية هي التي يجب أن نعمل عليها من الآن فصاعدا. يجب أن نجنب كبار السن أو نقلل من الأمراض اللي تدهن أجسامهم بالتوعية الصحية مسبقاً قبل أن يصل لمرحلة الشيخوخة. تكثر الدولة علاج هالفئة كلها، مرتباتهم حتوصل لمرحلة التقاعد، مرتباتهم حتقل، فهم محتاجين لدعم صحي أو تأمين صحي. فالحل الأول في رأيي هو التوعية عن طريق المناهج التعليمية التقليدية العادية، ومن ثم التوعية المجتمعية عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، والإعلام أيضا يلعب دور مهم. وأنا شاكرة حلقتكم اليوم أضاءت على الموضوع أو استغلتها اليوم العالمي وأنارت عليها الفئة اللي في غاياها بالظلام. شكرا لك وشكرا على إحيائك لهذا الموضوع الحيوي والمهم جدا في الفترة هذه. نعم شكرا لك أستاذة لطيفة، وشكرا لك أيضا، هذا واجبنا. وهنا ذكرت نقطة في غاية الأهمية وهي مسألة التوعية، يعني لابد للبشر ككل من النساء أو الرجال أن يعرفوا أن في هذه المرحلة أن يمر الإنسان بعراقيل صحية واجتماعية ونفسية، وبالتالي يجب العمل يعني أن نحضر أنفسنا لهذه المرحلة من خلال تغيير نمط حياتنا، من خلال طبيعة الأكل. نتحدث عن عمر مبكر، يعني ربما الشباب أكثر حظا الآن، بإمكانهم أن يستمروا مثلا في ممارسة الرياضة، الغذاء الصحي، حتى يستطيعوا في سن متأخر أن يعيشوا دون مساعدة أي أحد قدر الإمكان، أليس كذلك؟ هذا ما قصدت بالأساليب الوقائية. يجب أن يتعلموا كيف يخفوا عليهم جرعة الأمراض، لأن المرض متزامن مع كبر السن، يعني بالضروره ما يوصل الانسان لسن معين الا وخلاص يكون تحصيل حاصل مداهنة لكثير من الامراض زي السكري، زي الضغط، زي الهشاشه، زي الزهايمر، زي غيره. فلما يتحصل على اساليب وقائيه لتحميه من الامراض او يتعود على الاكل الصحي وممارسه الرياضه، حتى بعد يكبر ما عادش محتاج الى كثير من الحبوب والاقراص والادويه والمساعده الطبيه، وبالتالي ما يكون عبء على عائلته او على الجهه اللي حترعاه. نعم. اسمحي لي أستاذة لطيفة، أرجو أن تبقي معنا. أعود للأستاذة سعاد توصي من دار البيضاء. أستاذة سعاد، يعني نتحدث الآن عن التصدي لظاهرة سوء معاملة كبار السن، ومن الضروري الحديث عن معالجات حقيقية. يعني ضيفاتنا ذكرنا الاهتمام بالمسن أو المسنة، الجانب الوقائي، يعني كيف ممكن أن نصل لتلك المرحلة بأقل الأضرار دون أن نحتاج أحد للمساعدة. وخلال الدراسات والبحوث كلها تؤكد أنه كل ما كان الإنسان مهتم بصحته البدنية والنفسية والعقلية يستطيع أن يعيش حياة أطول، حياة صحية، يعني دون أن يحتاج إلى مساندة إن كانت في دور الرعاية أو حتى بين الأهل. هو فعلا وما قالت الأستاذة لطيفة، أكيد أن آن الأوان أن نفكر في سبل الوقاية قبل من أجل المستقبل لاعتبارات متعددة. صحيح. أنا سأعتبر بأن كل المسنات وكل المسنين الذين لديهم أطفال أو أبناء أو بنات لا يجدون أنفسهم خارج دائرة عدم تكفل أو دائرة الإساءة. سأركز بالخصوص على المسنات والمسنين من اختاروا الحياة العزوبية،
أو من لم ينجب لم ينجبوا ووصلوا إلى السن. ولماذا التأكيد على المرأة؟ لماذا المرأة المسنة؟ وهنا سأقول بأن حتى وضعية المرأة المسنة بمشاكلها لها الطابع التأنيث، لها طابع التأنيث لاعتبارات عدة، من أبرزها أن نعلم بأن معظم الدول العربية نسبة المشتغلات أو نسبة المشتغلات بالقطاعات المهيكلة لا تشكل نسبة كبيرة، بل الأغلبية يشتغلن في القطاعات الغير المهيكلة والغير معترف بها، وخصوصا المساعدات في المنازل. فسعود 4.4 من المسنات بالمغرب هن لازلنا في سن لا يسمح بالعمل، وآن الأول أن نتعامل كما نتعامل مع الأطفال دون سن الأهلية الشغل بالمنع وبقوانين زجرية. يجب أن نتعامل كذلك مع كبار السن رجالا ونساء، لأن ذلك يزيده إساءة نفسية وصحية وما إلى ذلك. فقط 15.8 من لهن تقاعد مقابل 41 للرجال. 73.3 يعانين من مرض مزمن على الأقل. 31.9% لا يتوفرن على تغطية صحية. فكيف إذا كانت منهن 12% تعيش بمفردها أو لم تختار زواج أو لم تنجب وبدون تغطية صحية، كيف سنقي؟ كيف سنحمي؟ وبالتالي بالإضافة إلى إعادة النظر في المناهج، في التربية، في توعية المجتمع، ليس بالمنطق الإحساني بل بالمنطق المعتمد على المقاربة الإنسانية، والحقوق أيضا، لومباتي أو التعاطف، هي أن نضع أنفسنا نحن من يقول الآن له صحته، له عمله، له مدخوله، غدا يمكن أن نكون في وضعية أبشع مما يعيشه المسنات. المسألة الثانية والداعية كذلك إلى، بغض النظر على التوعية والتحسيس، التفكير في الابتكار الاجتماعي، لأن أشارت الأخت في من دولة ليبيا الشقيقة إلى منطقة لا توجد دور الرعاية. أنا سأعطي مثال بمدينة شاسعة كبيرة لها كل مقومات التوفر على دور رعاية المسنين والمسنات، ولكن شساعتها وحجم ساكنتها فخمس أو حتى 10 دور رعاية لن تكفي، مما جعلنا الآن نرى الأشخاص المسنين والمسنات في وضعية شارع، يعيشن بالشارع مشردين. المسألة الأخرى هو أن هناك دور رعاية، ولكن عندما تفرض دار رعاية المسنين شرط الأوتونومي الاستقلالية، فأي رعاية نتحدث؟ من هنا أقول الوقاية بإعادة توعية وهدم التمثلات الاجتماعية حول الوضعية، وأننا كلنا على مرمى من الوقوع في نفس الوضع. المسألة الثانية، لن ننادي فقط بالجانب الإحساني والجانب الإحساني من طرف الأبناء، بل لابد من مؤسسات مهيكلة ذات قوانين تراعي من أعطى شبابه ومن أعطى شبابها لتنمية الدولة. المسألة الثالثة في الابتكار الاجتماعي كذلك، يجب أن نراعي الخصوصية الجغرافية. ربما
في القرى، في المدن الصغيرة الجيران يكفلون الشخص المسن، لكن التحولات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية أثرت طبعا، أثرت بشكل كبير مؤثرة. بالإضافة لن ننسى مخلفات جائحة كورونا، ما سنعيشه مستقبلا يجب أن نتصدى له اليوم، يجب أن تكون هناك قوانين، أن تكون تغطية صحية عامة لكل الأشخاص، لأن معظم المسنين والمسنات لا يجدون حتى الدواء. صحيح. ولدينا مثل شعبي مغربي كيعيا اللي يعطي ما كيعياش اللي ياخذ، وتكلفة الأدوية تكلفة غالية جدا. نعم، مفروض أن تكون موفرة وبشكل مجاني لكبار السن وتحديدا المسنين والمسنات. اسمحي لي سيدتي، تحدثت في نقاط هامة جدا، أذهب إلى الدكتورة سونيا. دكتورة سونيا طولنا عليك، الحديث عن الابتكار الاجتماعي وخاصة في المناطق المهمشة البعيدة، محاولة إنشاء مراكز أو إن صح التعبير تدشين مدن مراعية للمسنين بما يعود بالنفع على كل الناس، رأيك بذلك لمحاولة معالجة هذه الظاهرة؟ طبعا هي المحاولات كثيرة وجديرة يعني بالتقدير، وفيها ابتكارات في ابتكارات، ولما لا يعني الواحد يبدع في هذا المجال. وانا ارى انه يعني خاصة في مناطق اللي كان فيها مثلا دار ايتام مثلا ودار عجزة، ان يكون الكل في بيت واحد، في بيت ايتام يعني العجزة والايتام المسلمين، وان يتكفل الايتام يعني في مرحلة معينة مثلا فترة مراهقة فما فوق باولئك مثلا العجزة والمسلمين الذين لا مأوى لهم ولا يعني لا اهل لهم ممكن لله. فهذه مثلا من بين الحلول ممكن ثاني ما تفضلتم به، ولا حلول كثيرة وأكثرها يعني أنا أهمها أن يكون فيه شيء من التسوق الاجتماعي، خاصة لأن هؤلاء المسلمين لا يحتاجون إلى مثلا رعاية صحية أو يعني مثلا تمريضي بقدر ما يحتاجون إلى هذيك العاطفة ولا هذيك الجانب الأحاسيس، هذيك المشاعر اللي تكون مثلا في الحضور تاع أقارب تاع من يهتم بهم، من يريهم يعني هذيك العناية وهذيك يعني هذه الجوانب خاصة. فهي القضية مش قضية يعني مادة، إلا قضية مثلا صحة مثلا، إلا مأكل، إلا مسألة، أكثر ما تكون قضية عواطف وحدود. نعم، ضروري دكتورة سونيا أن نتوقف هنا عند حماية المسنين والمسنات، يعني هذا ربما الشغل الشاغل اليوم للمؤسسات التي تعنى بكبار السن، الحماية يعني حتى داخل الأسرة أو حتى في مأوى كبار السن أو العجزة. يعني كثيرة هي الفيديوهات اللي تابعناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى إساءة معاملة المسنات في دور الرعاية، وبالتالي هناك شعور بعدم الأمان. طبعا أكيد أكيد، هو الشعور بعدم الأمان هو يتمثل في وجودهن أصلا بتلك الدور. صح. يعني أول ما يروح ما تروح مثلا هذه المسنة إلى تلك الدار أكيد يكون في حالة رعب، يعني في حالة هلع ويعني خوف، ليش؟ أنها بترت من الوسط الذي كانت فيه، إن كان عائلة أو يعني أهل ولا مثلا جيران وما إلى ذلك. هذه واحدة. واحدة أخرى هي في مثلا في قضية لما يكونوا في بيوت ممكن هذه المسنة يعني على عندها مثل راتب، عندها مثلا هذيك مثلا تقاعد في القبيل، ممكن يكون عندها كذلك ميراث، ممكن يكون لديها بيت، يكون في نوع من مش نقول العنف وإنما ممكن تحرش، ممكن طمع، ممكن حتى من الأول يعني ممكن الواحد يدخل لبيتها يحتل لها البيت ثم يلقي بها إلى الشارع، يسرقها يستغلها. نعم، يسرقها. احنا عندنا حالات يعني في مدينة سي ويمكن دخلوا على يعني عجائز يعني مسنة يعني مسنة في بيتها وقتلوها وأخذوا كل ما لديها، يعني توصل إلى درجة القتل. فهذه طبعا أشياء يعني حتى فيها إذا
شيء من التحرش حتى الجنسي يعني. يريدون ممكن مال ممكن لا أدري يعني طبعا ولا هذه النزوات البشرية ممكن حتى الحيوانية تصل ببعضهم إلى هذا الجانب من يعني العنف بها حتى التحرش. فتصور الحالة النفسية التي تكون عليها هذه المرأة المسنة في هذا الوضع في هذه الحالة من الضعف مما يعني ممكن هي لا تجد حتى استعمال الهاتف كي تتصل بالشرطة أو يعني للإسعاف وشيء من القبيل. نعم. أشكرك جزيل الشكر دكتورة سونيا وافق الأكاديمية والنشطة الجمعوية، كنت معنا من قسنطينة في الجزائر. أعود لك أستاذة لطيفة، يعني عندما نتحدث عن تدشين مدن مراعية للمسنين، يعني تعرفين حضرتك مع كبر السن وكلنا لدينا أمهات وأباء، يعني أحيانا حتى طريقة تصميم البيوت والمنازل ليست لا يوجد فيها مرونة لتسهيل حركة المسن أو المسنة يعني في الذهاب إلى المرحاض أو الحمام أو الاستحمام أو مثلا الذهاب إلى المطبخ وما إلى هنالك من يعني احتياجات أحيانا تتطلب المسألة جهد كبير للتحرك، وبالتالي تدشين هكذا مدن مراعية للمسنين يبدو أنه حلم نحتاج إلى فعلا أن نراه على أرض الواقع. أنا اسمحي لي حنحكي لك حادثة صغيرة حدثت في طرابلس. هنا دون أحد المدونين أو صناع المحتوى، لا أذكر بالتحديد أو عاملة في مركز دار المسنين، دون حادثة عنف تعرضها أحد المسنين، وكان تم تعنيفة بصفعة على وجهه، فانتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا كان دور مؤسسة المجتمع المدني اللي تشهد بشكل لعبة دور كبير في الموضوع وضغط على الحكومة، حيث زاروا أغلب الوزراء والوكلاء وحتى رئيس الحكومة زار دار المسنين، وأبدى استغرابه من المبنى. يعني بيقول الحمد لله اللي حصلت هالحادثة عشان زرنا أو تلفتنا للدار. الدار غير مهيئة أو غير صالحة للحياة حتى للشباب، فما بالك كبار السن. وتم إعادة تأهيل الدار بشكل اللي أنا بموقف طارئ يعني، لكن ما كانتش مستهدفة بالإصلاح أو بتهيئتها لكبار السن. فعلا هذا طموح عالي جدا، وهو مطلب إنساني بسيط ما يفترض فيه، لك بدون عربية يعتبر طموح يحتاج إلى جهد كبير وإلى تخطيط وإلى بعد نظر. يعني للأسف ما فيش بعد نظر في أغلب السياسات العربية، وثقافة حقوق الإنسان ضعيفة جدا أو لا تكاد تكون معلومة. فعلا جت في الفترة الأخيرة منظمات دولية تطالب بإعداد مدخل للمستشفيات والعيادات بحيث تعطيهم يعني جودة لمؤسساتهم ومبانيهم، وطالبت بوجود هالمعابر حتى للمعاقين ولكبار السن في كل في كل في كل مكان، يعني حكومي المستشفيات المدارس الأماكن الحكومية. هي عبارة عن معبر يعني بس يدخل كبير السن لا أكثر ولا أقل، أما باقي التجهيزات للأسف تظل ضعيفة ومخجلة. الحقيقة مخجلة، وضع كبار السن مخجل في البلدان العربية، وكأننا غافلين عنها اليوم إن بنوصل كلنا يعني. نعم. للأسف يعني نتمنى يكون طموحنا عالي وتكون مهيئة. أنت عجبني لفظ في حضرتك المدن لكبار السن، إحنا يدوب طموحنا مبنى أو مكان مهيئ أو حديقة أو مساحة خضراء لكبار السن. يعني أستاذة لطيفة يحق لنا أن نحلم يعني. صحيح والله أنا فرحت بالتعبير يعني مدن ما شاء الله يعني. نتمنى نوصل هاليوم اللي نحترم فيه بعضنا، نحترم فيه إنسانيتنا، نحترم فيه هلنا اللي قدمونا زهرة شباب، هم ضحوا بكثير من الجهد والوقت والعمل. يعني قداش يعني واحد يكون ممنون لهالناس، يقدم لهم خدمات تريحهم في آخر أيامهم، يعني يعيشوا حياة يستحقوها. نتمنى أنهم يحظوا بحياة كريمة وتكريم لهم، يعني أي خدمة لهم هو تكريم. صحيح. لهم وجهدهم في هذه الحياة في بناء أجيال. نعم صحيح. اسمحي لي سيدتي أذهب للأستاذة سعاد. مجتمعاتنا ولغتنا حافلة بالعبارات والجمل التي تنمط المرأة المتقدمة في السن بطرق مختلفة، مثل الجدة الوقور ذات الهالة الملائكية أو العجوز الشمطاء التي تبدو كالمسبة. فهل يعني تحمل المخيلة الجمعية إمكانية تتجاوز تلك الصور الروتينية للمرأة حين تشيخ؟
اسمحي لي أستاذة وجدان، سأعود إلى ما أشرت إليه سابقا ثم أجيب على هذا السؤال. لا نحتاج، أنا بالنسبة لي لا نحتاج إلى مدن دامجة، نحتاج إلى عقول دامجة وإلى سياسات عمومية دامجة. فكثير من الأحيان عندما نتحدث عن الولوجيات وتصورنا جد ضيق مرتبط بالأشخاص بوضعية إعاقة، في حين أن المسنين والمسنات يحتاجون ويحتاجون إلى ولوجيات. نحتاج إلى تكفل متعدد التخصصات. فكثير من الأحيان ما يعتبر، وهذا كذلك مرتبط بالتمثلات الاجتماعية، تمثل الأكل والشرب والملبس، في حين أن المسنين والمسنات يحتاج الاحتياج الأساسي والإحساس بالأمان، هو الإحساس بكونها ليست عالة بل أعطت، والآن حان الوقت لتسترجع ما أعطت، الإحساس بالاعتراف، لأن المسن والمسنة ساهموا شئنا أم أبينا، ساهموا في تنمية المجتمع، ساهموا في الوجود أو فيما وصلنا إليه. المسألة الأخرى خصوصا المرتبطة بتنميط أو الصور النمطية للأشخاص المسنين وخاصة النساء، وهذا هذه الصور النمطية للأسف تحبل بها الثقافة العربية بشكل مثير للانتباه، لأننا لا نعطي الأهمية إلى المفاهيم بقدر ما نحاول إطلاق مصطلحات على عواهنها دون التفكير، وننسى بأن يمكن أن تكون كلمة أشد ضررا وإماما من حنجر وعليه. فلا يمكن أن نتجاوز هذه الوضعية إلا بإعادة البناء، بإعادة بناء الإنسان انطلاقا من سن جد صغيرة، حتى نهيئه لاحترام الإنسانية والاحترام كونه إنسان، وزرع مبادئ وقيم إنسانية تكمن في الاحترام، في إعطاء كل سن له خصوصيته وله دوره وله ما يمكن أن يقدم، وله كذلك ما يمكن أن يأخذ عندما يحتاج إلى الأخذ، ليس لأنه يحتاج بل لأن حقه أن يكون في وضعية تكفل له كافة الحقوق والكرامة والإنسانية والعدالة. وهذه المسألة لن تتأتى إلا بتضافر كافة الجهود ما بين الفرد أولا، ثم المؤسسة، مؤسسة الأسرة، ثم المؤسسات الرسمية، جمعيات المجتمع المدني، بخلق تضامن. أستاذة سعاد، الوقت داهمنا مع الأسف الشديد. المسألة الأهم في أيضا حماية كبار السن المسنين والمسنات تحديدا هو يعني محاولة معاقبة الجاني وعدم إفلاته من العقاب. بهذا فقط يعني يعيش المسن أو تعيش المسنة حياة فيها نوع من الكرامة والاستقرار وتكريم لمسيرة الحياة الطويلة من أجل خدمة الآخرين. نشكركم جزيل الشكر من العاصمة الليبية طرابلس، رئيسة الجمعية العمومية للاتحاد النسائي الليبي العام الأستاذة لطيفة سعد محمد، وأيضا أشكر أستاذتنا من الدار البيضاء في المملكة المغربية مديرة مؤسسة الطاهر السبتي والفاعلة النسوية والحقوقية الأستاذة سعاد الطاوسي. شكر موصول أيضا للدكتورة سونيا وافق الأستاذة الجامعية. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء.